بالخبرات يتألقون، يتكلمون، يبدعون فوق البساط الأخضر. السكندري الرأسية يا راجل يا راجل، وحلوة حلوة حلوة. الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن زكريا. حلوة، هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة تآخي، رسالة للشهداء. الله الله الله، حينما تكون الرسالة راقية رائعة ممتعة، يعني جميلة، فيها كل اللوحة الإبداعية، ولما لا؟ هل هناك احتفاء بالشهداء؟ أجمل من أن يكون الاحتفاء بأرقى الكلمات وأجمل المعاني وأفضل السطور والكتابات هو إبداع كروي يسطر فوق البساط الأخضر. مؤمن زكريا ينفجر إبداعا بتصويبة ولا أروع. يا سلام عليك يا كرة القدم، يا سلام عليك يا مؤمن يا زكريا، روعة الروعة يا ابني. خد الكرة اللي مرتدة على طول من كايدي وصوب. بص شوف، بص شوف الروعة، الجمال الجمال الجمال. الله عليك يا كرة القدم راسمة البسمة وعلى طول، التي تقول للعالم مصر صامدة، مصر كبيرة هي.